بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير حضرات المشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا وردود. وسوف نتناول في حلقتنا لهذا اليوم موضوع التعليم العالي. يسعدنا في البداية أن نرحب بضيوف هذه الحلقة، كل من الدكتور أحمد الربعي وزير التربية والتعليم العالي، والدكتورة نورية الرومي رئيسة جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والعميدة المساعدة للشؤون الطلابية في كلية الأداب جامعة الكويت، والأستاذ أنور النوري التربوي اللي تدرج في قضايا التعليم منذ أن كان مدرس إلى أن شغل آخر شيء وزير حقيبة وزارة التربية والتعليم العالي في الحكومة السابقة. فأهلا وسهلا بالأخوان جميعا. كما يسعدني أن أرحب مرة ثانية بالدكتورة موضي الحمود اللي راح تشاركني في إدارة الحوار حول موضوع التعليم. كما قلنا ندوتنا اليوم هي استكمال لحديثنا في موضوع التعليم اللي بدأنا في التعليم العالي في الحلقة الماضية. دكتورة موضي تبتدين النقاش. شكرا، أهلا ومرحبا فيكم مرة ثانية دكتور أحمد، أرجو أن تصبر علينا هالمرة كذلك. دكتور، هناك من يرى أن مؤسسات التعليم العالي لابد أن تربط ربطا مباشرا، مخرجاتها تربط ربطا مباشرا بتغذية عملية التنمية في الدولة، بمعنى آخر أن تخرج موظفين لإدارة هذه العمليات التنمية المطلوبة. وهناك رأي آخر ينظر إلى ترك مساحة للمواطن في أن يختار تخصص معين حتى ولو لم يصب مباشرة في سوق العمل. هل ترى هناك وضوح في أهداف قطاع التعليم العالي في الكويت وأنت على رأسه الآن؟ شكرا دكتورة. حقيقة لما نتكلم عن التعليم العالي احنا نتكلم عن جامعة الكويت، نتكلم عن تعليم تطبيقي، ولو أن هذا الموضوع سيكون موضوع حلقة أخرى إن شاء الله، ونتكلم عن معهد الأبحاث العلمية باعتبار العملية العلمية متكاملة، بس واضح أن احنا في هالحلقة نتكلم عن جامعة الكويت تحديدا. بالتأكيد الحديث عن جامعة مرتبط بالحديث عن مجتمع أيضا. ما هي أهداف المجتمع؟ ما هي أهداف الجامعة؟ السؤال الفلسفي المطروح، هل المجتمع يقود الجامعة أم الجامعة تقود المجتمع؟ أو هل هم يسيرون في خط متوازي؟ أو هل في مرحلة تاريخية الجامعة تسبق المجتمع وفي مرحلة أخرى المجتمع يسبق؟ هاي كلها أسئلة تتعلق بطبيعة المجتمعات وطبيعة التطور وطبيعة التنمية. بالنسبة اللي تفضلت فيه السؤال، هل الجامعة تخرج موظفين يلبون حاجة القطاعات الإنتاجية المختلفة؟ هذا بالتأكيد جانب مهم من الجامعة. بالتأكيد الجامعة هي مخرج مكان ليخرج لنا مجموعة من الناس المتخصصين في كافة مناحي الحياة بالمعنى الحرفي للكلمة، الجوانب الإنتاجية الجوانب، لكن أيضا في المقابل الجامعة هي مكان الإبداع، هي مكان البحث العلمي، هي مكان لأشخاص مو داخلين الجامعة عشان يصيروا موظفين، داخل الجامعة عشان يبدعون في مجالات مختلفة. وهذا المفهوم اللي يمكن ما هو موجود بشكل واضح في أذهان مجتمعنا. بس اللي أحب أقوله أن لما نتكلم عن أهداف جامعة فإحنا نتكلم عن مجتمع في إمكانيات معينة على هذه الجامعة أن تخدم هذه الإمكانيات. يعني إحنا في المجتمع الكويتي إيش عندنا؟ شو الإمكانيات؟ عندنا نفط، وعندنا شمس، وعندنا بحر، وعندنا صحراء، هاي أربع الموارد الرئيسية في مجتمعنا. ثم عندنا قطاع مالي. هل جامعتنا الآن هي جامعة تخدم هذه الحلقات؟ ما هي دراسات النفط في جامعتنا؟ أنا متأكد لو عملنا دراسة لأخطر يعني قطاع في مجتمعنا وهو النفط، دراسة لمعرفة معلومات عامة في النفط في جامعتنا، لكانت النسبة متواضعة جدا في المعلومات العامة وليس بعد في التخصص، مع أن النفط يشكل واحدة من أهم حلقات الاقتصاد الكويتي. وبالتالي الجامعة حتى الآن لم يعني أو لا تسير ضمن خطة حاجات مجتمع في المجتمع الكويتي ولا تخدم هذه الحاجات، ولذلك نجد تضخم في مجال في الجامعة ونقص في مجال آخر. سوق العمل الآن امتلأ في بعض مخرجات التعليم في حين جزء آخر من المخرجات حتى الآن لا يلبي 10% من سوق العمل. هذه المسألة فيها كثير من محاولة يعني تحتاج إلى إعادة نظر في ترتيب أوراق الجامعة وفي ربط الجامعة بطريقة أخرى في المجتمع. طيب مو من واجب، عفوا دكتورة، مو من واجب الجامعة مثل ما تفضلت
لأنها بدورها يجب أن تقود أو تقوم بدور قيادي في المجتمع، أن تعلق الجرس وأن تنبه هذا المجتمع اللي يفتقد إلى الهدف العام بأنه يجب أن يضع الهدف لكي تسير كل المؤسسات التعليمية لتحقيق هذا الهدف. وما في شك، بس إحنا أيضا أحيانا نشعر نحن نظلم الجامعة. يعني أنت لو كنت في موقع المسؤولية في الجامعة وعندك تخصصات مختلفة، لابد أن تطرح سؤال أنت على الدولة، ماذا تريدون بالضبط؟ هل الدولة لديها الإجابات الواضحة؟ هل كل مؤسسة مؤسساتنا ووزارة وزاراتنا عندها فعلا الإجابات الواضحة على حاجاتها، واللي على ضوءها نضع خطط الجامعة المستقبلية على الأقل في هذا الحقل؟ في خلل بلا شك، والخلل لن يصلح إلا بربط العملية التعليمية من التعليم العام إلى التعليم الجامعي والبحث العلمي بخطة تنمية محددة وواضحة الأهداف، محددة بالتواريخ بالورقة والقلم وليس في طموحاتنا. إنما تنبيه الجامعة للمجتمع ستكون مجرد أنها تدق جرس انذار للمجتمع، بس مو بالضروره انها حتحل المشكله. دكتور، بنفس المنطق ايضا هناك قضيه يجب ان تطرح في هذا السياق. الان بعد ربع قرن كما قلت لا زالت الجامعه في الواقع بين قوى الشد والجذب لفئات المجتمع كافه. هل تعتقد ان الاوان ان يكون هناك استقلاليه لهذه الجامعه في طرح تصوراتها، في اتخاذ قراراتها، في تحديد سياساتها المختلفه؟ حقيقة دكتور أنت طرحتي قضيتين يبدو لي. يعني القضية الأولى هي موضوع التأسيس. أنا أعتقد أخطر ما يواجه العملية التعليمية في الكويت هو تأسيس التعليم، تأسيسه بكل معاني الكلمة، سواء التعليم العام أو التعليم العالي. يجب أن نبعد التعليم عن التأسيس، عن الصراع السياسي المدمر، عن الصراعات الأيديولوجية، عن الصراعات الاجتماعية، عن الصراعات الطائفية بكل أشكالها. إذا كنا نريد تعليم علينا أن نبعد التأسيس عنه ونضع عامل الكفاءة أولاً. صحيح. أنا أتعامل على أساس الكفاءة، من هو في مستوى كفاءة معينة لأداء عمل معين يجب أن يتقدم الصفوف. إنما إذا دخلنا في قضية تسييس التعليم ستكون عملية خطرة. أنا أذكر يعني مثال بس لتخفيف النقاش الجدي شوي. جدي بدأ جدي. أستاذ في جامعة في العراق بقدم دكتوراه عنوانها تسويق المنتجات الزراعية في فكر السيد الرئيس. طبعا لقى بواحد من خطابات صدام حسين ان عليكم ان توزعوا المواد الغذائيه بالتساوي بين المواطنين، جمله اخذها سوى رساله دكتوراه. لما راح عند المشرف قال له بسوي رساله دكتوراه في هالموضوع، ما اقدر اضحك عليه، هذا فكر السيد الرئيس، فقصبر عليه يعطي دكتوراه. يكتب كلام طويل عريض ما له معنى، ما له علاقه في الموضوع، لكن لازم تقبل شهادته. ليش؟ ان وصلت الامور الى هالدرجه في السوء في تسييس التعليم. طبعا بالتاكيد في الكويت ما الحمد لله ما احنا في هالمستوى ولا احنا قريبين حتى من المستوى، لكن انا انبه من خطورة تسييس التعليم تحت اي حجة من الحجج. بمناور، شكرا دكتور ربعي. بمناور السيد انور النوري، الاستاذ انور النوري، الحديث معك لابد انه يعني يتناول الابعاد اللي تفضل فيها الدكتور احمد، سواء ما يتعلق في موضوع غياب الاهداف والاستراتيجية للتعليم بشقيه، وإحنا قاعدين نركز اليوم على التعليم العالي، وكذلك ودي أسمع منك وجهة نظرك في السؤال اللي طرحته دكتورة موضي حول موضوع استقلالية الجامعة ومدى تسييسها، وانت عاصرت الجامعة من أول ما أنشئت سنة 1966. أتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بس معلومة بسيطة، أنا كنت وزير تربية ووزير تعليم عالي، مو في الحكومة السابقة ولا اللي قبلها في اللي قبلها. عفوا أنا آسف. أول شيء أحب أن أقول أن موضوع التعليم، قضية التعليم بالفعل مثل ما قيل في ندوة التعليم العام واستمعت لها أنا وشاهدتها بكل اهتمام، والحقيقة الدكتور أحمد يعني تطرق لمدخل كان رئيسي وما ينطبق على المدخل في التعليم العام ينطبق بالتأكيد على المدخل في التعليم العالي والتعليم الجامعي، اللي هو ماذا يريد المجتمع من مؤسسات تعليمية. نعم. المجتمع التعليم في نظري أنا بشكل عام، التعليم العام أو التعليم العالي هو الأداة اللي يوكل لها المجتمع لإحداث التغيير المطلوب في هذا المجتمع، والتعليم يشكل رأس الحربة، يشكل قلب الهجوم للوصول إلى هذا الهدف. لاعبين في ملعب كرة قدم يبون يسجلون أهداف، أكو قلب هجوم هو اللي يسجل الهدف. نعم. الآخرين كلهم يعاونونه.
في التعليم هو الأداة. نعم. والتعليم ما ممكن تعزله عن المجتمع بشكل عام. مجتمع متخلف لا توقع منه أنه يطلع نظام تعليم سواء عام أو عالي نظام متقدم. في مجتمع متقدم يفرض على النظام التعليمي أن يكون متقدم. هذا مو معناه أن المؤسسة التعليمية تحط ريل على ريل وتقول والله خلاص أنا بشوف المجتمع، لأنه هي جزء رئيسي من المجتمع، فلازم تحفز المجتمع علشان يحدد الدور المطلوب له. هذا اللي قصدته يا دكتور. نعم. بالتأكيد. نأتي للتعليم العالي، والحقيقة ما ممكن نتكلم عن التعليم العالي أو التعليم الجامعي في الكويت إلا لما نرجع بس لنشأة التعليم العالي. نشأة التعليم العالي في البداية لما أنشئ عام 66 كانت فكرتها الأساسية إنشاء كلية عليا للمعلمين، لهذا أنشئ بكلية آداب وتربية. هدف منها كان إنشاء كلية عليا للمعلمين تخرج للمراحل المتوسطة والمرحلة الثانوية. تحولت يمكن بسرعة إلى كليات جامعية، وقيل أن لا خليها تصير كلية علوم، كلية آداب، وكلية تربية. حتى في الأيام الأولى للجامعة كانت السنتين الأوائل ما تنعزل، يعني كلية تربية غير معزولة. نعم. في السنتين الأخيرتين تصير تربية، فنشأة التعليم أيضا. لكن دون النظر للشيء هذا، التعليم الجامعي هدفه بالتأكيد تخريج مو موظفين، تخريج مهنيين وفنيين. التعليم العالي هو اللي خرج الأطباء في كل مجتمع، مو بس بالكويت. بالكويت حنا يعني ما احنا مكتشفين شيء جديد. مهمة التعليم العالي اسألها بأي مكان، هو يخرج الاختصاصيين، يخرج المدرس، يخرج الطبيب، يخرج المهندس، يخرج العالم، يخرج الباحث. بس في نفس الوقت من مهمة التعليم، ومثل ما قالها الأخ أحمد، أنه ينشر المعرفة. نعم. مو شرط واحد بصير موظف، وفي كثير من مناحي الحياة في المجتمع ما لها علاقة بتخصص معين. يعني النظرة الضيقة إلى أن خريج التاريخ شو ممكن يسوي، درس تاريخ تفقد لو يعني ما ممكن إلا يستمر دراسات التاريخ وينضاف لها. بنفس الوقت التعليم الجامعي والتعليم العالي على دور أن يشجع البحث، البحث العلمي بمفهومه الواسع، مو البحث العلمي مختبر وجهاز وكيمياء ومحاليل على بعضها، لا، البحث العلمي بمفهومه الواسع، البحث عن الحقيقة والبحث عن المعرفة. نعم. اللي تؤدي بالفعل بالأخير إلى تراكم. نعم. إلى تراكم المعرفة، التراث الحضاري هذا اللي نعيشه في العالم كله ما هو إلا تراكم معارف، بالتأكيد حنا لو نشوفها ساهمنا فيها بجزء بسيط منها. ولا تتصور اهتمامهم في العالم المتقدم، وهي الفرق بين العالم المتقدم والعالم المتخلف، اهتمامهم في كل ما ينشر من معارف في كل حقل من الحقول، ان شاء الله في تمبكتو ولا ان شاء الله في داخل امريكا. فتراكم المعرفه شيء اساسي يساهم في النمو الحضاري للعالم. بالتاكيد ايضا التعليم الجامعي والتعليم العالي عليه دور داخل البلد نفسه. شنو التوجه اللي ممكن يكون للبلد علشان التعليم العالي ينميه؟ نعم. النفط على سبيل المثال، دراسات البحرية، دراسات تراثية. يعني ليش ما التعليم العالي في البلاد العربية، جامعة مثل جامعة الكويت، مو شرط نفط، مو شرط دراسات صحراوية، لكن في مجال الآداب، في مجال الفنون، شنو الشيء اللي ممكن أن ينعكس على الكويت؟ تراث بحري، قصص بحرية، قصص الغوص، كلها هذه تراث يجب أن يصير اهتمام فيها. فرق التعليم الجامعي ولو انهم كلهم تعليم عالي عن التعليم التطبيقي يختلف. بالتأكيد. التعليم التطبيقي لا، يجب عليه ان بالفعل يخرج ناس مهنيين. يعني اذا كان واحد يدخل الجامعه ويقول كيفكم انا بدرس فلسفه، ما عليكم اني انا بالاخير بصير كاتب. التعليم التطبيقي انا اعتقد ان الموضوع يختلف. نعم. التعليم التطبيقي هو اللي يجب ان يدخل ناس في مهن
ويطلعوا منها فيها المناهج تدريب تعليم تدريب. أبو مناور تسمح لي بس أدخل وياك شوية في هالنقطة. أنت كنت وزير للتعليم للتربية والتعليم العالي من موقعك هذا، كنت رئيس الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، كنت رئيس أعلى للجامعة، كنت عضو في مجلس الجامعة، كنت أمين عام للجامعة. أنا السؤال اللي بيوصل له، الأهداف كما أنت قاعد تقولها بطريقة جميلة جدا وكما هي تكتب عادة بطريقة جميلة جدا، سؤال لماذا لم تتحقق تلك الأهداف وتلك الفلسفة أو الاستراتيجية من التعليم الجامعي وحتى التعليم التطبيقي بالكويت خلال الفترة من 66 للآن وانت عاصرتها؟ شوف هذا لماذا لم تتحقق؟ هذا الحقيقة يعني سؤال يعني يثير كثير من الأمور الفلسفية، وأنا ما ممكن أتكلم في الأمور الفلسفية وسيد الفلسفة موجود هنا، لكن إيه هذه مشكلة التقدم والتخلف. مشكلة التقدم والتخلف هي هذه، التقدم الصورة تصير واضحة، السياسة تصير واضحة فيها، والطريق الاستراتيجية تكون واضحة، و الأسلوب اللي يقاس فيه الانحرافات أيضا تكون واضحة. تخلف، وهني ما أتكلم أنا عن يعني أتكلم التخلف بمفهوم العام، تخلف الحضاري، الصورة هذه ما هي موجودة. ولهذا أنا بدخل لموضوع الآخر اللي هو استقلال الجامعة اللي انطرح أساسا، يمكن هو هذا السبب الحقيقي. استقلال الجامعة يعني أرجو بس أن نحدد المفهوم، يعني لا نقول كلمة، يعني دائما حنا نخلط في التعابير. خل نحاول، عفوا مناور على المقاطعة، الأخ المخرج حاول تحط لي إيش كان يقول الدكتور الربعي كمفهوم عن استغلال الجامعة أو عدم تسييس التعليم بشكل عام. تفضل. نحن بحاجة أن نبعد التعليم عن التسييس. مشكلتنا سيست بعض المدارس وسيست وزارة التربية في صراع سياسي بين قوى سياسية. ليس للمجتمع الكويتي ذنب أن يتصارع هذا أو ذاك على هذه المدرسة أو ذيك المدرسة. هذه قضية أخطر بكثير من أن يحاول هذا أو ذاك أن يفرض رأيه على المدارس أو على الجامعة، بما في ذلك طبيعة عمل الناس، طبيعة تفكيرهم، طبيعة اتحاد طلبتنا، طبيعة أصبح التسييس العمل التربوي مسألة خطيرة جدا يجب أن ننتبه لها وأن نوجه التعليم كله باتجاه محدد. هل ممكن أن يكون تسييس التعليم هو مفهوم من مفاهيم عدم استغلالية الجامعة؟ شوف أنا أعتقد مع الأسف أن التسييس في كل شيء فيما عدا السياسة يخربه. نعم. مع الأسف مو بس التسييس، مو بس التعليم مسيس، وأنا رجاء ما أتكلم بس عن الكويت. أنت لا يعني أتكلم بشكل عام عن يعني الدول اللي في نفس وضعها، مو بس التعليم مسيس، اللي أكبر من التعليم مسيس، العقيدة مسيسة، وهذه أخطر أيضا من تسييس التعليم. وبدون دخول في التفاصيل أنا أقول أن التسييس بمفهومه يجب أن يبعد إلا من يزاول السياسة، إلا من يزاول السياسة. في فرق بين سياسي وفي فرق بين مدرس، في فرق بين مؤسسة سياسية وزارة خارجية أو حزب أي حزب كان وبين مؤسسة تعليمية. نعم. فالتسييس بحد ذاته طبعا أمر مكروه، لكن مع الأسف مثل ما قلت مو بس التعليم مسيس، أحيانا يعني كل شيء مسيس. بالكويت انتقلت لنا العدوى مع الأسف، يعني الرياضة تسيست مثل ما ذكرت، العقيدة تسيست، التعليم تسيس مع الأسف، يعني بطريقة نرجو أن نتجاوزها ولنا كبير الأمل أن نتجاوزها. هذا يقودني لموضوع استقلال الجامعة، وآسف أني أنا أخذ وقت، لكني خلني أقول بس استقلال الجامعة يجب أن يفهم بأن الاستقلال ما هو، يعني لما نأخذ التعابير هذه والغرب سبقنا في التعليم الجامعي ودائما يعني حنا ترجمنا كلمات من أساسا كلمات أجنبية، independence معناها استقلال، autonomy حنا قاعد نترجمها أيضا استقلال. الناس هناك يتكلمون مو عن independence of universities، يتكلمون عن autonomy أو مالة الجامعات. الأوتونومي ما هي استقلال بمفهومه، لأن استقلال كلمة تكش شوية، تعال أنت من تستقل،
يعني أنت دولة تستقل، فهل مفهوم هذا يجب أن 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 نوضحه؟ كلمة استقلال الجامعة ما هي الاستقلال بمعنى الاندبندنس، إنما الاستقلال بمعنى الأوتونومي. الأوتونومي إنك أنت توكل للمؤسسة المهمة اللي أنت موصفها لها. صحيح. الجامعة هذه مهمتك، عليك إنك إنك تديرين نفسك توصلين لهالمهمة هذه. قولي لنا الأدوات اللي تحقق لك المهمة شنو هي، نوفرها لك وبنحاسبك بعدين. تشرح للمشاهدين بس المعنى الحرفي للأوتونومي؟ أنا أعتقد الترجمة اللي ممكن تكون للأوتونومي اللي هو عشان الإدارة الذاتية. الإدارة الذاتية فعلا، الإدارة الذاتية للمؤسسة. تحدد لها الهدف وتحاسبها بعدين، توفر لها الأدوات وتحاسبها على ذلك. هذا اللي يجب أن يكون مفهوم لما نتكلم، لما نطالب باستقلالية الجامعة. يا جماعة تعالوا، ترى هذا مفهوم الاستقلالية. أكو محاسبة وأكو قياس إنتاج وأكو كذا، لكن بنفس الوقت أعطوني التولز، أعطوني الأدوات اللي ممكن أنا أحقق هذه السياسة. صار عندك دكتور رضي. شكرا. برجع يمكن الدكتورة نورية في نقطة متعلقة بالنقطة هذه، وهو ما تعانيه الجامعة الآن من قبول في السنة الدراسية الحالية. 5000 طالب قبلناهم نتيجة لسياسة الدمج اللي تبعتها وزارة التربية في السنة التالية للتحرير، وبالتالي بدل ما ناخذ عدد محدد أخذنا عدد مضاعف في سنة واحدة في الجامعة، فأصبحت الجامعة تعاني من تراكم الطلبة في فصول وهي غير مهيئة لاستقبال هذا العدد، كما أصبحت تعاني من نوعية الطلبة اللي عام الدمج في الواقع لم يمكنهم من استيعاب المنهج في الكامل، فأصبحت عندهم قدرات ناقصة. وإحنا نشوف المشكلة الآن في كلية العلوم والهندسة على سبيل التحديد والطب. دكتورة نورية، شنو تعليقك على هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في البداية أحب أعلق على النقطة الأولى. أي تفضلي. طبعاً اللي هي أهم. يعني أنا في رأيي يعني الجامعات العريقة والجامعات المحترمة عندها طبعاً الأمور واضحة في الأهداف وفي السياسات وفي الاستغلالية. طبعاً إحنا لدينا قانون وضع لجامعة الكويت اللي هو عام 69، ووضعت فيه الأهداف. وبالتالي إحنا الآن نتساءل في سؤالين: هل فعلا يعني حققنا الأهداف الموضوعة في قانون 69؟ وهل إحنا يعني نتوافق حاليا مع يعني ما وضع في عام طبعا 69؟ والسؤال الثالث: ماذا نريد من الجامعة في أهدافنا؟ هل نريد أن نخرج يعني متعلم يقرأ ويكتب، أم نلبي حاجة المجتمع في طبعا مخرجات الجامعة، أم لدينا طبعا فلسفة وفي طبعا الموضوع هذا أن احنا نخرج مثقف وليس طبعا متعلم. أنا أعتقد أن الجامعة بدت يعني مسيرة في الأهداف وتذبذبت الأهداف وانتهت إلى لا أهداف. لماذا؟ لأنها ارتبطت بسياسة القبول، وسياسة القبول لخبطت الأخيرة اللي أنت تطرحين لها تقريبا 90% من أهداف الجامعة. إذا كنا إحنا نطمح إلى طبعا مخرجات الجامعة في تلبية حاجة المجتمع، فالأعداد القبول الأخيرة لا يمكن أن طبعا تحدد السياسة اللي طبعا تطلبينها أو إحنا نرجوها أو المجتمع طبعا يطلبها من الجامعة. ثم بعد ذلك نجد أن في الظروف الحالية نحن نخرج كتبة وليس طبعا مثقفين مرتبطين بالسياسة، بالأعداد، بالكم الهائل في داخل القاعات، بالدروس. وعلى هذا الأساس طبعا أنا أعتقد أن الأهداف متذبذبة نتيجة لعدم الثبات في الأهداف والسياسات وطبعا الاستغلالية الجامعة. أنا أعتقد أن الجامعة يجب أن تقود المجتمع وليس وعلى العكس ليس المجتمع هو اللي طبعا يقودها. يجب أن تتواصل الجامعة مع المجتمع وتخدم المجتمع في حدود أهدافها وسياساتها وطبعا استغلاليتها. قلت دكتورة أن الأهداف متذبذبة، هل تتذبذب الأهداف بتغيير الإدارات السياسية على الجامعة، قصدي على المؤسسة اللي هي مسؤولة عن الجامعة وزارة التربية، هل تتغير السياسة في الجامعة بتغير الوزراء؟ طبعا المفروض بعد مرور ربع قرن من الزمان أن تكون في الجامعة ثوابت، يعني المفروض هاي تكون في بداية يعني إنشاء الجامعة. أنا أعتقد يعني هو العكس، الجامعة بدأت بأقدام ثابتة
والآن بطبعا تتعثر في خطاها لعدة طبعا أمور، منها مخرجات الثانوية العامة أولا، منها عدم التنسيق بين هذه السياسات في التخطيط في الثانوية ووزارة التعليم العالي والجامعة، ومنها أيضا استقلالية الجامعة واستقلالية القرار الإداري والأكاديمي والعلمي. طبعا احنا نستطيع أن نحدد ما هي استقلالية الجامعة، احنا لا نريد أو ليس من أهداف الجامعة ولا من قوانين الجامعة ولوائحها الاستقلال السياسي، لأن احنا مو دولة داخل دولة، ولكن من يعني بديهيات ومن أساسيات التعليم العالي في المؤسسات العلمية الأكاديمية في العالم أن يكون على الأقل لدينا استغلال مالي. لا تزال جامعة الكويت بعد هذا العمر الطويل ميزانيتنا مربوطة بجهات خارج الجامعة، لا يزال ليس لدينا قرار أكاديمي علمي سواء يعني نابع من الأقسام العلمية اللي المفروض ينبع ثم يمر بقنوات كما حدث في سياسة القبول انتهاء بمجلس الجامعة. لماذا ليس عندنا هذه الاستغلالية؟ لأن على الجامعة السؤال اللي طرح ما كان الجواب واضح عليه، لأن على الجامعة مجموعة من الضغوط، ضغوط من داخل الجامعة وضغوط من خارج الجامعة، ضغوط سياسية وضغوط اجتماعية من خارج المجتمع، تحدد القبول، تحدد التعيينات، تحدد القيادات العليا في الجامعة. طبعا هذه كل أشياء طبعا غير سليمة وغير أكاديمية ولا تمد للمؤسسات العلمية. ثم ضغوط داخلية، السلم الموجود في درجات العلمية في المجالس، كل مجلس أعلى يضغط على النواة، مع أن النواة الحقيقية هي التي يعني تكون مصدر إرسال وليس جهاز استقبال. ثم هناك أيضا الأمور التسييس والضغوط الداخلية، كان اتحاد الطلبة من يعني ثقله السياسي على إدارة الجامعة ألقى التسجيل في شهر مايو الماضي، في يوم التسجيل. هذا ضغط ولا مو ضغط داخلي؟ أنا أعتقد الجامعة لو نأت عن الرياح العاتية في التدخلات الداخلية والخارجية تكون بمنأى علمي وأكاديمي ومالي، وهذا هو المطلوب وليس طبعا الاستقلالية السياسية. بالنسبة لسياسة القبول في اختصار دكتور، في العمر الطويل لجامعة الكويت لم تكون هناك سياسة قبول ثابتة لجامعة الكويت، وللأسف في عامها الماضي طبعا مرت الكويت بظروف كلنا احنا طبعا نقدرها، ولكن يجب ان يكون هناك في خطط ورسم ما بين وزارة التربية والتعليم العالي. خططت وزارة التربية بمنأى عن الجامعة وقبلت ودمجت، وفي النهاية لم تشعر الجامعة حتى بأرقام بالنسبة للقبول في يناير، وبالتالي فتح باب القبول 3 مرات، هذا ما حدث في تاريخ الكويت. وبالتالي هذا الفصل يناير الماضي وليس 5000 تتكلمين عنها في جامعة الكويت. 5000 على 3 دفعات استوأبناها. لا أنا أتكلم عن يناير الماضي اللي إحنا نقبل في الجامعة أعداد رمزية، لأن كنا إحنا المفروض نقبل الأعداد الكبيرة في مخرجات الثانوية العامة، فتقبل الجامعة بحدود 700 طالب 800 طالب، القسم العلمي يقبل ب80 طالب، وفوجئنا ب3000 طالب بالنسبة لقبولنا اللي مفروض لا يتعدى 700. فوجئنا أيضا في نفس المشكلة بعد ذلك في الصيف، بعد المخرجات بلغونا عن 1000 ثم وصل 1800 ثم وصلوها 3000 وانتهينا ب5. إذن إحنا طبعا ليس ضد طبعا قبول الطلبة إذا حققوا طبعا الشروط المطلوبة، ولكن أيضا إحنا نخشى على الطلبة من الضياع، لأن سنة 84 أيضا قبلت أعداد كبيرة سميناها سياسة الباب المفتوح، عانت الجامعة وعانوا الطلبة، والآن كل لجان الفصل جالسة فقط لفصل دفعة 84 ولا نزال. إحنا نخشى على الطلبة من هذا، لأن الجامعة غير طبعا مستعدة بأعداد هيئة التدريس، غير مستعدة في المباني، غير مستعدين طبعا لأمور كثيرة، اضطروا أنهم يحطون لهم جدول مسائي، والجدول المسائي هذا على حساب البحث العلمي بالنسبة للأستاذ وحساب الطالب، ولا في ساعات مكتبية أيضا، ما في أي يعني مميزات للطالب في الجدول المسائي، ضاع الطالب. طيب شكرا دكتورة، أنت يعني حقيقة غطيتي بشكل واضح قضية استغلالية الجامعة، وأعطيتي الدكتور أحمد الربعي ورقة واضحة أعتقد فيما يتعلق بهذا الموضوع اللي راح تكون مسؤولية كبيرة من مسؤولياته.
ودي دكتور أرجع وياك على يعني موضوع أثارته دكتورة نورية في إجابتها، وهي عدم توافر المنشآت الجامعية أو المنشآت الخاصة بالتعليم العالي. أود أذكر السادة المشاهدين والأخوان المهتمين في موضوع التعليم التطبيقي بأن إحنا سوف نفرد إن شاء الله ندوة لموضوع التعليم التطبيقي، لأن الحديث كله يجول حول الجامعة، فما إحنا ناسين التعليم التطبيقي. بقول أنا أن أنت أيضا دكتور كان لك رأي قبل لا تصير وزير، وبعد ما صرت وزير حتى صرحت فيه لعدة في عدة مناسبات على موضوع إنشاء مدينة رياضية وعدم إنشاء مدينة جامعية أو مدينة لمؤسسة التعليم التطبيقي أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. فرأيك في هذا الموضوع، بالإضافة إلى ودي أسمع رأيك في إنشاء جامعة أو جامعات أهلية أخرى إلى جانب جامعة الكويت. شكرا. بالنسبة لموضوع المباني الجامعية، يمكن الحلقة السابقة تكلمنا عن مدى رغبة المجتمع في تطوير التعليم. نعم. وقلنا أن في أزمة في هذا الموضوع، سواء في القرار السياسي أو على مستوى المجتمع. نعم. هذا أحسن مثال في الكويت على طبيعة المشكلة. بعد 26 سنة من إنشاء الجامعة، حتى الجامعة تشغل روضة أطفال ومدرسة ابتدائية ومدرسة متوسطة وثانوية سابقة. نعم. وغيرها من المدارس. هذا دليل صارخ واضح يعني، وهذا وضع أنا في رأيي يجب أن لا يستمر. إذا قرأته بالصحف قبل يومين ثلاثة، تصريح لأحد مسؤولي الجامعة ستبنى الجامعة بعد 18 سنة. صحيح. ضمن ما هو موجود في الأوراق، لكن أنا على أمل أن الدولة ستوافق على تغيير هذا الوضع. أنا أملي كبير، وأيضا بدي عن طريق تلفزيون أيضا أقوله، أملي أن يكون موضوع إنشاء الجامعة الآن من الأولويات، ولن يتم ذلك إلا إذا اتخذ قرار سياسي بأن تبنى الجامعة بدون المرور في القنوات الإدارية المعروفة. إذا بنرجع لوزارة الأشغال وأنظمتها واللجان المختلفة، ستبنى بعد 18 سنة. إذا هذا يرضي مواطنينا أو يرضينا إحنا أيضا في موقع المسؤولية، هذا موضوع آخر. لكن اللي أنا أمله واللي قاعد أشوف أيضا متفائل أنا فيه، لأني قاعد أشوف ردود فعل إيجابية عليه، أن يتخذ قرار سياسي بإعطاء الجامعة أولوية، وألا تمر بنفس القنوات اللي مرت فيها، وألا فستصبح الجامعة كما الحقيقة. إحنا نتكلم عن موضوعين، عن موضوع الجامعة في مبادي شويخ، وهذه الآن سيبدأ البناء فيها قريبا، انتهت تقريبا من المكاتب الهندسية. إحنا نتكلم عن المبنى الثاني، مبنى الجامعة الأخرى. نعم. نتكلم عن جامعة ثانية الآن، الحرم الجامعي، الحرم الجامعي الثاني. نعم. مو الحرم الجامعي الحالي اللي الآن سيبدأ البناء فيه قريبا، ضمن الخطة مرصودة حتى ميزانية أجزاء منه في السنة هذه، لكن نتكلم عن المشروع الجامعي المتكامل، المدينة الجامعية، والمكان موجود، الأرض موجودة، بقى القرار السياسي. وأنا متفائل جدا في هذا الموضوع، وأستطيع أني أقول إن شاء الله سيكون هناك قرار سياسي واضح في هذا الجانب حتى ننتهي من هذه المشكلة. موضوع الجامعة الأهلية أو إن شاء الله موضوع الجامعة الأهلية أيضا يثير لنا مشكلة جديدة، هي المسؤولية الاجتماعية. أنا أعتقد الجامعة هي مشروع إلى جانب أهميتها الحضارية، هو مشروع ربحيا ممتاز. ما أدري ليش القطاع الخاص، هل هذا في يعني نفسره بتوجه إيجابي الآن في بالعكس السياسة؟ أنا شخصيا رأيي الشخصي أنا مع أي توجه في تعليم متطور ومتقدم. بالعكس، لما صارت أزمة جامعة الخليج، والحمد لله أن هذه المشكلة حلت، والدول كلها بما فيها الكويت طبعا باستثناء العراق اللي يعني وضعه مختلف، دفعت مستحقات الجامعة هذه. كان اقتراحي أنه الجامعة تعرض على رجال الأعمال في المنطقة، بدل ما أن تنهار الجامعة أن رجال الأعمال يشترونها ويحولونها إلى جامعة. ما أشوف في سبب نحن حتى الآن متأخرين من وجود جامعة أهلية، ولا أشوف سبب أن نمنع جامعة أهلية. إذا جامعة أهلية بتقدم لنا تعليم متقدم ومتطور، تخدم المجتمع لأهداف محددة، فليكن. ولا أعتقد أن في تناقض بينها بين وجود جامعة حكومية. بس ودي أرجع شوي الكلام اللي تفضل فيه أستاذنا أنور والدكتورة، حول موضوع الضغوطات الاجتماعية. أنا أعتقد في مشكلتي، في مشكلة تعلق بالضغوطات الخارجية على الجامعة، وفي مشكلة تعلق بأزمة داخل الجامعة أيضا لازم نواجهها. جامعة إدارة، مشكلة إدارة، مشكلة ترتيب أولويات داخل الجامعة. جامعة عندها ميزانية صحيح ليست في المستوى المطلوب، لكن الجامعة ممكن تمشي الجامعة بوضع أحسن ما هي عليه الآن. الجامعة عندها إمكانيات، لكن إمكانيات متنافرة، لأن في مشكلة في جامعة الكويت هي أن احنا حتى الآن ترتبط سياساتنا في أشخاص وفي إدارات، ولا ترتبط بلوائح، وهذه على مستوى كبير في مجتمعنا، وهذا شيء مؤسف. ودائما الواحد يتكلم عنها باعتبارها حضارة الصفر،
أنك الواحد يبدأ من البداية، وكل مدير جديد أو وزير جديد أو مسؤول جديد يبي يعني يقطع العلائق بالنظام السابق، النظام ويعلن البيان رقم واحد، وأنه هو اللي جاي ليملأ الأرض عدلاً بعد أم ولا أجوراً. هذه الحقيقة ما تبني حضارة. لهذا نعتقد المشكلة هي مشكلة عدم وجود لوائح وأسس وخطط. يروح أشخاص، يحضر أشخاص، يتعين شخص جديد، لكن النظام ماشي. هذا غايب في جامعة الكويت، غايب على مستوى القسم العلمي، وغايب على مستوى الكلية، وغايب على مستوى الإدارة العليا. ولذلك أيضاً في جو يجب أن ننتبه له في جامعة الكويت، في جو من الصراع أحياناً اللي ما له مبرر. داخل أعضاء التدريس هناك صراع أحياناً مو مبرر ولا له معنى، بسبب غياب اللوائح، بسبب شعور البعض أنه ممكن ترقى بدون ما يمر على لوائح، أنه يكون في موقع مسؤولية بدون ما يمر على لوائح محددة، لأن في شوية أحياناً استثناءات في بعض المسائل. أنا أعتقد مؤسسة مثل الجامعة يفترض أن تكون مثال على احترام القانون، وعلى أن تستفيد من إمكانياتها بقدر الإمكان بالطرق الصحيحة والسليمة. لهذا المشكلة تأخذ في رأيي جانبين، جانب متعلق بالمجتمع ونظرته لأهمية التعليم، وجانب يتعلق بطبيعة إدارة الجامعية أيضا داخل الجامعة وداخل الكلية. عندك دكتورة نورية. دكتور ربعي، في عندي سؤال يعني معاك وزير ومعاك أستاذ في الجامعة، ويمكن الأخوان أيضا تعلق فيهم. علاقة الجامعة بالمجتمع هي قاعدة يبدو أنها فعلا تتأثر سلبا من مواقع التدخلات اللي تحصل لها، لكن الملاحظ أيضا أن مع الأسف الجو العام في الجامعة، جو الطلابي العام في الجامعة قاعد يتأثر بكثير من الظواهر السلبية اللي موجودة في المجتمع وقاعدة تتفاقم في الفترة الأخيرة. وأنا أقولها من ملاحظة يمكن الشخص يراقب الجامعة من الخارج، كنت طالب أنا في الجامعة قبل 20 سنة والآن أراقبها من الخارج. قضية ظاهرة يعني روحة الطلاب إلى الجامعة بسيارات البورش وسيارات المرسيدس ولبس أحسن الأزياء وأفخم الحمل، أفخم الأقلام، في ظل نظام تعليمي للآن غير مستقر، في ظل أهداف غير واضحة، يعني هذا كله قاعد يؤثر حتى على الهيبة العامة للجامعة كحرم دائما ينظر له باحترام. ألا تعتقد أن يعني على الجامعة دور في توعية المجتمع بعدم إفساد حتى نفسية الطلاب؟ يعني الطالب اللي يروح للجامعة في كوبي مدري السيارات الفخمة بعد ما تخرج راح يركب، حاجته إلى التعليم ويمكن هو ما يشعر بحاجة حقيقية. ما رأيك فيها من ناحيتين كوزير وكمربي؟ والله أعتقد هي يعني فيها جانب صحيح، بس فيها أحيانا بعض المبالغة في هالمسألة. يعني عدد الطلبة اللي يروحون الجامعة بها عدد قليل جدا، أيضا في طلبة آخرين يجون مع أصدقائهم اللي ما عندهم سيارات، لكن مو المشكلة هذه. المشكلة ما هي مجموع المفاهيم التربوية والإنسانية اللي بعقول الناشئة والشباب اللي جايلك برابع ثانوي، اللي أخذوها من العائلة ومن التعليم العام ومن المجتمع. نعم. ومن المجتمع، هي المشكلة. ولذا ما تقدر، يعني ما يقدر الجامعة تتخذ قرار بقضية من هذا النوع، ولا ممكن يحلها قرار، لكن هذا مخرجات مجتمع. أنا أعتقد الخلل في من يصل إلى الجامعة هو في التعليم العام، ودائما الواحد يشعرها كأستاذ في الجامعة. مشكلتنا أن يجونا أشخاص بس مو شخصيات، تشعر ان هذا الشخص اللي قضى 12 سنه في المدرسه يجيك اول شيء يطلب منه انه يتكلم بالصف يتلعثم وسرويها احمر. ايش معنى هذا؟ معنى هذا ما عاش في مؤسسه تعليميه تعود انه يعبر عن نفسه ويتكلم ويناقش وكذا، وبالتالي ياكل جامعه هو كامل، وهو زي مو كامل، يعني هو حاضر ليكون طالب جامعي. طالبيك ما يعرف يكتب بحث، معناه 12 سنه ما كتب بحث. نعم. طالبيك ما يعرف يكتب افكاره، معناه ما تعلم على انه شو يرتب افكاره. وهذا ما ياكل الشارع، هذا المدرسة قضى فيها 12 سنة بالضبط، ويك ضعيف في اللغات وضعيف في العلوم وضعيف في المعلومات وضعيف في الشخصية، وهي أخطر شيء. وبالتالي أتصور الخلل الأساسي هو في التعليم العام ومخرجاته، اللي بالأخير أنت في الجامعة دورك هو يمكن دور التعليم ناخذ دور أكبر بكثير من الدور التربوي. نعم. شكرا. أي سؤال أستاذ نور؟ والله اللي عندي سؤال البمناور أيضا، بحكم أنك عاصرت فترة بمناور الجامعة كرئيس أعلى للجامعة وزير التعليم في ذاك الوقت في ربيع 1986، قدمت لمجلس الوزراء مشروع قانون الجامعة إذا تذكر في ذاك الوقت، وكان في الواقع مشروع اجتهدت الجامعة في أن يكون لها فيها ملامح مميزة، فيها شيء من الاستقلالية إذا يعني بالمعنى اللي عرفته أنت، فيها كثير من الأعراف اللي حاول يأصلها القانون. حاليا أيضا معروض على مجلس الأمة مشروع لقانون التعليم العالي وليس الجامعة، هني دمجت الجامعة مع الهيئة،
هذا المشروع تقدم فيه 5 من النواب وهو معروض على اللجنة التعليمية. شخصيا أنا لما حاولت أقارن بين المشروعين وجدت أن المشروع الثاني أو المقدم حاليا تنتقص أو تشوبه كثير من النواقص. في الواقع اللي حاول القانون الأول أن يؤصلها يمكن القانون الثاني قضى عليها أو انتقص منها. بحكم كونك مطلع وبحكم خبرتك، هل كانت لك فرصة للاطلاع على القانون الحالي المعروض؟ شكرا. أول شيء أنه وناسة واحد يصير مطلع، يعني بالتأكيد بالميدان. يعني بالفعل في فرق بالتأكيد. الحقيقة المواضيع اللي قاعد تنطرح يعني بالفعل مواضيع مثيرة، وما يعني أنا اسمحوا لي ما راح بس بعلق تعليقات بسيطة بسرعة جدا. الجامعة من استقلال الجامعة أو من مفاهيم استقلال الجامعة قبل أن أتكلم عن هذا، أهم قرار تتخذ الجامعة هو اختيار طلبتها واختيار أساتذتها. وحنا المفهوم اللي عندنا أن طالب الثانوية لما يخلص لازم يدش الجامعة، مفهوم مو صحيح، ما سوتها أي دولة إلا نزل فيها التعليم الجامعي. الجامعة من مهمتها الأساسية أنها تنقي طلبتها، مو تختار، تنقي وتنقي أساتذتها. جامعة الكويت بحكم أيضا الظروف الاجتماعية كلها، ولا نبرر أنفسنا لأن احنا جزء من هالمجتمع، لا لها حرية لا في اختيار طلبتها ولا في اختيار أساتذتها، لأنها غير مستقلة. يعني لأنها بالفعل يعني تبي أنت تهيئ لها مثل ما قلت وحاسبها بعدين. الشيء الثاني أن عطها إمكانيات وحاسبها. يعني أنا متهيئ لي أفضل، وهذا شيء لا تقول لي أنت كنت مسؤول وينك، لأن المجتمع يرفضك. عطها ميزانيتها، يقول لها والله ما عندي إلا 20 مليون السنة. بهالعشرين مليون شوفي أنت سنعي أولوياتك مرة ثانية وطلعي لي، آسف الدخل قل، ما عندي إلا 20 مليون، مو 70 مليون اللي تأخذونها، ما أدري الميزانية إيش كثر الآن، لكن هذه من ضمن استقلالية الجامعة وبحاسبك عليها. شيء ثاني أنك أنت ما ممكن، وقالها أحمد في الندوة السابقة واستمعت لها أنا مرة ثانية أقول بكل اهتمام، أنك أنت آن الأوان أن مو كل الناس ترضي. أين آن الأوان في ناس بتزعل، اللي ما قبل ولده في الجامعة بيزعل. والله العظيم أقولها وأنا صادق، أن لو أنا ولي أمر وما في أحد أحرص من شخص على أولاده، لو أشوف ولدي ما هو مهيئ لتعليم جامعي، يعني أنا أقول له يبقى كل إنسان خلق لما هو ميسر له، خلاص يبقى روح توكل على الله وشوف لك في أماكن ثانية. بالعكس، مو كل خريج ثانوي مؤهل إنه يدخل تعليم عالي، ما يعني مو حتى الكليات التعليم التطبيقي، لأن المجتمع يحتاج ناس وايدين، يحتاج خريج الجامعة، يحتاج خريج التعليم التطبيقي، يحتاج خريج الثانوية، يحتاج المتدرب اللي دخل يمكن من المتوسط اتجاهات مهنية إلى آخره. هذا مدخل بس حبيت إني أقول. نعم. أجي بعدين أيضا للقانون الجامعي، التعليم العالي، مباني الجامعة. مباني الجامعة يعني أنا أذكر من 66 في اليوم اللي صارت في الجامعة، صارت بالخالدية، عارفين خو ما يبي لها بعد خبير يقول أن هذه يعني ما ممكن تستمر ولازم بناء جامعة جديدة، تم اختيار موقع. مدرسة ثانوية كانت. كانت مدرسة ثانوية بتاعي. مدرسة الخالدية. تم اختيار موقع. وهالموقع هذا بين يعني ما في داعي الدخول بالتفاصيل، ها لا طلع مو مناسب، لا يختار موقع ثاني، لا ليش ما تطورون المواقع الحالية، ليش هذا؟ إلى أن الآن الموقع تم اختياره في شدادية بالإضافة إلى المشروع تطوير الحرم الجامعي اللي موجود، ونرجو أن الله يوفق إن شاء الله، ونرجو أن بالفعل مبنى الموقع اللي في شدادية يعني تعطى له أولوية بمعنى الكلمة، ويصير عندنا بالإضافة إلى الجامعة اللي موجودة في عدة مواقع، وهذا مو عيب، موجود في كل مكان جامعات وعدة مواقع، يصير عندنا الحرم الجامعي اللي تدخله وانت داخل بالفعل حرم جامعي دائم غير مؤقت، غير من استراتيجية المؤقت بالتأكيد. بالنسبة للقانون الجامعي، أنا بعتقد أن التعليم العالي كوزارة، يعني أنا يمكن عندي رأي ذكرته للأخ أحمد، ويعني أيضا ما أبي أقولها، لكن لما أنا كل الفترة اللي أنا كنت وزير تعليم عالي ما سويت شيء بالتعليم العالي كوزارة تعليم عالي،
كجهاز إداري. كجهاز كجهاز لوزارة التعليم العالي يعني ما سلمت. يمكن الأخ أبو شملان يعني جاء ارتاح بالفعل، ما سويت له شيء، بلشت فيه الدكتور علي شملان بس أنا وجهة نظري في وزارة التعليم العالي كان في السابق أنها تصير وزارة دولة التعليم العالي، لأن طبيعة وظيفتها مختلفة. وزارة التعليم العالي تشتغل عن طريق مؤسسات، ما هي عن طريق جهاز وزارة. الآن طبعاً في اقتراح، ويمكن أخلي الأخ أحمد يعني هو يشوفه، أنها يمكن حتى كوزارة تعليم عالي عليها بالفعل أن هل حنا محتاجينها أو ما حنا محتاجينها، وهذا مو عيب. في دول كثيرة سوت وزارة تعليم عالي وبعدين غيرت وجهة نظرها، لأن بالأخير الهدف الأساسي هو الدفع في التعليم العالي والتعليم الجامعي إلى الأمر. لا تروح لنا بمناور على رأيك في قانون التعليم العالي الجديد. قانون بشكل سريع. أيضاً قانون الجامعة التعديلات ما بدت من 86، أيضا بدت من قبل. صحيح. وكان في يعني سبحان الله ما أقدر أقول ما في اهتمام، في اهتمام. أنا أذكر في السبعينات كان في لجنة وزارية وفيها مجموعة من الوزراء اجتمعنا في الجامعة، وكان بالفعل اهتمام لوضع قانون للجامعة في ذاك اليوم. وأذكر حتى من عرض النقاش اللي كان مطروح تشكيلة مجلس الجامعة وتشكيلة مجلس الأمني غير مجلس الجامعة، وكان حتى مطروح أن هذا مجلس يعني المفروض فيه ما يكونون فيه إلا البلاية اللي بالفعل يعني حتى يعطون الجامعة الأهمية. لكن سبحان الله بين هالأمور وبين يعني مثل ما قلت لك يعني أمور مجتمعية الحقيقة تأخر. ويانا الاحتلال. أنا وجاء الاحتلال. لا يوسف بالتأكيد الاحتلال أنا أعتقد إنه يعني لعله يفيدنا رب ضارة النافع، لكنه بالتأكيد أخر أشياء كثيرة. قانون التعليم العالي أنا أعتقد الآن أنه ما له حاجة، أو مو ما له حاجة عفواً، يجب أن يتغير بمفهوم. يعني أنت تطلع قانون تعليم عالي زين اللي هو المؤسسة التعليم العالي اللي تولى المسؤولية الإشرافية التخطيطية الاستراتيجية سمها اللي تسميها، نعم. تنخلق المؤسسة سواء كان وزارة التعليم العالي أو أي شيء آخر، إنما الجامعات يجب أن يكون لها قانونها. يعني قانون في وجهة نظري قانون التعليم العالي سواء كان لوزارة أو لمؤسسة أو لمجلس وطني أو وزارة الدولة ما يجب أن يحجب قانون الجامعة، ولا يجب أن وجود جامعة ثانية أيضا، يعني جامعة ثانية يجب أيضا أن تنشأ بقانون. قانون جامعة الكويت، قانون جامعة الشدادية إذا جاز تسميتها جامعة، أو جامعة الاستقلال أو جامعة التحرير أو اللي تسميها. قانون التعليم العالي كمؤسسة استراتيجية إشرافية إلى آخره. قانون التعليم التطبيقي أيضا ومن هذا، وهالقوانين هذه كلها ترتبط تصب الهدف الرئيسي. نعم. شكرا. نسمع رأي دكتورة نورية في التعليم التطبيقي، تقولنا يا بشكل مختصر عشان ننتقل لدكتور ربعي موضوع ثاني. آسف التعليم العالي. إلا بس أقدم بمباني الجامعة ما هي يعني مستحيلة، فقط تحتاج إلى قرار سياسي. بنوا المدينة الترفيهية بيعني مدة قياسية، صرفوا عليها أكبر المبالغ، الأرض كلها موجودة والخرائط موجودة، بس تحتاج قرار سياسي. ما فيها مشكلة أنا أعتقد، والبركة في الدكتور، وأعتقد قادر على أن إن شاء الله يحط لنا مدينة جامعية. قانون طبعا التعليم يعني الجامعي الحالي لابد أن يتغير، ما يتناسب طبعا مع المرحلة الحالية بعد مرور 25 سنة قتلتها القرارات بطبيعة المستجدات اللي طبعا جدت خلال ربع قرن من الزمان. الآن المطروح حالياً واللي طبعاً قرأناه من خلال الصحافة في عدة نواقص في مجموعة من الثغرات، أهم ركيزة تقوم عليها المؤسسات التعليمية في البلد قتلها هي حرية البحث العلمي. هذه النقطة أنا أعتقد يجب أن نقف يعني عندها. إذا هذا القانون مر بهذا الشكل يجب أيضاً أن لا نعمل بطبعاً البحث العلمي، ولا أيضا نستطيع أن نقوم حتى بتدريس محاضراتنا بحرية، لأن شلنا علميا وشلنا طبعا في يعني أمورنا البحثية. المشكلة الآن ليس في القانون القديم أنه هو عاجز عن تلبية حاجات الجامعة بعد مرور ربع قرن، ولا بالقانون الجديد اللي يجب أن نضع ملاحظاتنا في سؤال هل احترم القديم. هذا السؤال.
ويعني أنا أعتقد أن هذا مرتبط بالسياسات اللي غير ثابتة والإدارات اللي غير ثابتة في الجامعة، وأيضا بالإدارة يعني الموجودة في الجامعة واستثناءاتها وتغيراتها وتذبذباتها، لأن أبسط قوانين الجامعة يعني تنص على احترام المجالس ورغبات الأعضاء في المجالس، وإذا اختلف يكون المبدأ اللي يتفق عليه التصويت. هذا ما حصل حتى في آخر قرار وأخطر قرار في التعليم، هو سياسة القبول الأخيرة. لجنة العمدة الأقسام العلمية رفضت، أصلا ما طرح عليها ولكن رفض بطريقة يعني غير رسمية. لجنة العمدة تقريبا الأغلبية رفضت، وثلاث كليات تحفظت ما خذوا رأيها ولا سجلوا. أيضا انتقل لمجلس الجامعة ونفس الرفض كان موجود، وكان القرار فردي، وبالتالي أنا أعتقد هذا مخالف للقانون الحالي، فلا تفكرون في قانون جديد إذا ما نحترم الأساسيات أيضا في المبادئ. شكرا. شكرا دكتورة نورية. دكتور أحمد، يمكن نحب نختم وياك اللقاء. أنت الآن أيضا إلى جانب كونك على رأس الجامعة على رأس معهد الأبحاث، لذلك البحث العلمي يشغل جزء من الهم العام اللي أنت تفكر به هذه الأيام. البحث العلمي في الجامعة هو الرئة الثانية اللي تتنفس بها الجامعة. البحث العلمي خاصة بعد التحرير تعرض إلى مثل ما نقول تأجيل لزيادة الأعباء التدريسية، كما أيضا يعاني الآن من نقص الاعتمادات اللي تخصص لهذا البحث، ونقص الخدمات المساعدين، الطاقم اللي يساعدك، الأجهزة العلمية المختلفة. هل هناك نية في الواقع للدفع؟ ولأن الأساتذة في حاجة للدفع بهذا الدعم المطلوب للبحث العلمي. شكرا. دكتورة، موضوع البحث العلمي يعني هو من المواضيع اللي لا يمكن تصير بقرار، يمكن تسهيل ظروف البحث العلمي، لكن مشكلتنا إذا العدد الأكبر يهتم بالبحث العلمي عشان ترقية، عشان ينتقل من موقع المدرس إلى أستاذ مساعد إلى أستاذ، وبعضهم لا وصل أستاذ وقف أصلاً في البحث العلمي. البحث العلمي صار في ذهن كثيرين منا مرتبط في فكرة الترقية. البحث العلمي هو مشروع أكبر من أن يكون قضية الترقية، والبحث العلمي هو من الأشياء المكلفة جداً، واللي يعتقد بيسوي بحث علمي ما يبي يصرف فلوس ما يصير، يعني ما مستحيل، لأن هذا بحث علمي طبيعته أصلاً. طبيعة البحث العلمي إنه ما يتم إلا بمؤسسة، ما يتم بفرد، ماكو شيء اسمه باحث واحد. البحث العلمي هو تيم، مجموعة من الناس، مجموعة يرأسهم باحث معين أو مجموعة باحثين، لكن هم فريق تيم يقوم بعملية البحث. هذا أيضاً مفهوم مع الأسف مو متوفر ثم أنه ما هو البحث العلمي؟ ماذا نريد من البحث العلمي؟ شنو أهمية؟ شنو القضايا اللي أمامنا الآن نبي نبحث فيها؟ أمامنا قضايا في غاية أهمية في مجتمعنا، في مشاكل لازم تنحل في مجتمعنا. يمكن نستطيع بحث علمي جاد في جامعة الكويت بفريق بحث علمي يوفر علينا ملايين الملايين. مثلا لو درسنا قضية الإدارة الطبية على سبيل المثال، كيف نستطيع أن نوقف النزيف في مصروفات الدولة في قطاع الخدمات الطبية؟ الدولة تصرف يعني مئات الملايين، المردود مالها أقل من المطلوب بسبب مشكلة إدارية وليست شيء آخر. في التعليم أيضا، شو اللي منع الجامعة ومجلس أو معهد الأبحاث العلمية أن يكون طرف في حل مشكلة التعليم، الإدارة التعليمية؟ هاي تصوري كم ملايين أو يمكن مئات ملايين راح توفر على الدولة. وبالتالي موضوع البحث العلمي هو قضية تتعلق بعلماء، استقرار نفسي للعالم، استقرار مالي للعالم، في مؤسسة أساسية. وإذا هذه مو موجودة لا نحاول نقع في وهم إمكانية بحث علمي لباحث غير مستقر من الناحية المالية ومن الناحية النفسية، في وضع قلق في هذا موضوع. سمح لي دكتورة نورية، عفوا دكتور أحمد، نعطيك دور التعقيب، ولكن دكتور أحمد، هل تعتقد ما أنفق على البحث العلمي سواء في الجامعة أو في معهد الأبحاث العلمية قد يعني آتى ثمارة، قد يعني أعطانا أبحاث بقيمة ما صرف عليه؟ أنا أقول لك بحث واحد، بحث العازل الحراري في معهد الأبحاث، حتى الآن الحسبة الأولية عندنا أنه وفر عنا 800 مليون دينار. وطبق؟ نعم طبق الآن، كل بيوت وكل مؤسسات الدولة لا تبني إلا بعازل حراري. عندنا مشروع آخر من المشاريع اللي أيضا يعني أثرت تأثير عندنا، موضوع الأسماك لو استمر
يمكن ما راح يعطينا مردود كبير لكن حيحل لنا مشكلة يشكل بعض من أن تغير الإدارات اللي تعاقبت على مراكز الأبحاث في الكويت وبالذات معهد الأبحاث العلمية أثرت على مستوى الأداء العلمي لهذه المرحلة. مرة أخرى السبب هو غياب فكرة المؤسسة وفكرة القانون والإدارة، فلهذا ترتبط في أفراد، لكن أعتقد فيها الموضوع الغزو لعب دور كبير خاصة بمعهد الأبحاث العلمية، يعني دمر بطريقة يعني كأنه في ثار بين المحتل العراقي وبين معهد الأبحاث العلمية. مردود البحث العلمي سيكون كبير جدا، بشرط نركز شوي، مسألة بنبحث في كل شيء وإحنا أصلا مجموعة. ثم البحث العلمي الآن يجب أن نعيد النظر فيه فيما يلي: أولا إحنا بحاجة إلى باحثين غير كويتيين، ما عندنا منهم بالتأكيد، متخصصين في مجالات معينة. هذا البحث لما نجيبه لازم يشتغل مع تيم من الكويتيين العلماء الصغار، اللي لما يمشي بعد 5-6 سنين ولا ترك لنا مجموعة من علماء اللي دربوا على إيده. البحث العلمي لازم يكون له هدف وإنجاز معين. البحث العلمي لازم ما يأكل الجانب الإداري الجانب البحثي، تكون المسائل المالية متجهة مباشرة للبحث العلمي وليس إلى جانب المسائل الإدارية اللي قاعدة تستهلك كثير من ميزانيات البحث العلمي. أسفين أسفين دكتورة نورية. نورية وانت تعلقين على النقطة رجاء، أثار الدكتور نقطة هامة جدا، أنه يحتاج إلى باحث مستقر، وما حدث الآن في الجامعة بعض الظروف اللي ساعدت على عدم استقرار أعضاء هيئة التدريس خاصة من غير الكويتيين. لحظة بادينا ترى 5 دقائق لكل البرنامج. الجامعة عبارة عن طالب وأستاذ وكتاب أو بحث، هذه زوايا المثلث ما فيها جدال. ميزانية البحث العلمي كانت في الإدارة السابقة 3 ملايين، الآن 500,000 طبعا. وأنا أعتقد أن من أهداف الجامعة البحث العلمي، ولكن بعد التحرير وقبل التحرير خفضت أولا الميزانية إلى 500,000، ثانيا ما اهتموا، ما كان من أولوياتهم البحث العلمي، أوقفوا البحوث العلمية وعادوا برامجها وخططها من جديد وإرسالها لخارج الكويت للتحكيم. معناتها الدورة راح تأخذ لها سنة على الأقل، فالبحوث شبه واقفة تقريبا، أنا ما أقدر أقول كلها، بل طلبوا تغييرها جذريا مع أن قاطعين فيها شوط سنة أو أكثر وصرفوا عليها. فأنا أعتقد أن هذا عرقلة للبحث العلمي. ما اهتموا في المختبرات العلمية إلى الآن، ما اشتغلت مضبوط في بعض الكليات. المكتبة لم تكن من أولوياتهم بالصورة اللي إحنا طبعا من هم بضمير الغائب. أنا أتكلم إدارة الجامعة طبعا، أتكلم عن الإدارة. يعني وضعوا لنا نواة لمكتبة، لكن المكتبة والبحث العلمي ما كانت بمستوى مكاتبنا في الإدارة. صرفوا علينا 1,000,000 على طبعا مكاتب، صرفوا لنا 1,000,000 على سجاد. ما هي الأولويات بالنسبة للإدارة؟ أنا أتكلم عن الإدارة طبعا الحالية. أيضا الدراسات العليا قطعت برامج طويلة، هذه جزء من البحث العلمي، قطعت يعني برامج في مراحل سنوات، قيمت من جامعات عربية وعالمية في الخارج، أقروا البرامج، الإدارة الحالية شلتها. ما تأثر المستوى عندكم دكتورة بسبب تسرب بعض الأساتذة من غير الجنسيات الكويتية؟ النقطة الأخيرة الآن اللي تتعرض لها الدكتورة موضي، أنا أعتقد إن في سياسة منظمة لتطفيش الأساتذة الجيدين اللي على مستوى درجة أستاذ من غير الكويتيين. أنا في طبعا من الكويتيين ولكن لهم ظروف خاصة يعني صعب توضيحها الآن في التلفزيون، ولكن أنا أتكلم عن الأساتذة العرب. كلية من الكليات في خلال عام مشوا 6 أو 7، وكلية ثانية تمشي 2-3، وإلى وبرغبتهم الأساتذة يستغيلون ترى بعضهم، ويعني في الشهر هذا أيضا في أستاذ مستقيل من كلية ما. السؤال لماذا؟ هذا السؤال حتما في سؤال. هذا شيء، والشيء الآخر الغزو جاء على طبعا مجموعة، وبالتالي ما رجعت لجامعة الكويت لظرف أو لآخر، وهم من طبعا الأساتذة الجيدين، لكن احنا خلنا نحافظ على البقية الباقية الموجودة عندنا الآن، لأن الحبل على الجرار في الاستقالات. أنا ودي الجميع ياخذ دوره. لا بس بسرعة، أنا بثواني لأن قالوا لي انتهلوا. موضوع البحث العلمي بالفعل موضوع شيق وموضوع يطول في الحديث، ما عطينا حقا. أقول أنا أن البحث العلمي بالتأكيد يعني تأثر كبير في الغزو الصدامي. ويجب أن بالفعل نعطي أنفسنا بس نفس، وكان الله يعين الجماعة اللي بالفعل مسؤولين عن إعادة الموضوع، لأن هذه الطلبة أجهزة مكتبات كلها أشياء مادية دمرت. مكتبة معهد الأبحاث، مكتبات الجامعة، المختبرات الآخرية. بس من بالرغم من كل هذا ترى جامعة الكويت من محبتنا لها وننتقدها، لكن بنفس الوقت يجب أن نقولنا قبل الغزو
يعني فيها خيرة الباحثين في العالم العربي. أيضا بير كابيتا بالنسبة لعدد السكان ترى الكويت زين، حسب ما قريته بواحدة من الجرائد ينقل عن مجلة نيتشر وأنا اللي قاريها رأسا، أن نسبة الباحثين أو نسبة البحوث المنشورة لعدد السكان الكويت أتت في المرتبة الثانية في دول الشرق الأوسط، وهذا شيء ممتاز. طبعا المرتبة الأولى عارفينها. جملة أخيرة يوسف تعقيب على كلام أستاذنا أنور. أنا أرجو أن يكون عندنا وقت بس شريط يقولون خلصت. تفضل أستاذنا أنور. الدنيا بخير، عندنا ناس جيدين، عندنا علماء جيدين، عندنا مهتمين في الإصلاح، مشكلتنا شلون نرتب أوراقنا بطريقة. بالتأكيد هذه مهمتك إن شاء الله، وإحنا والجميع إن شاء الله راح يتعاون معك. حضرات المشاهدين الوقت يسرقنا في هذا الموضوع الشيق مع الضيوف المتميزين في نهاية لقائنا اليوم اللي تحدثنا فيه عن موضوع التعليم العالي. لا يسعني باسم جمعية الخريجين إلا أن أشكر الدكتور أحمد الربعي وزير التربية والتعليم العالي، والدكتورة نورية الرومي رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس والعميدة المساعدة للشؤون الطلابية في كلية الآداب جامعة الكويت، والأستاذ أنور النوري وزير التربية والتعليم العالي السابق. كما أشكر مشاركة الدكتورة موضي الحمود معنا في إدارة الحوار حول هذا الموضوع. شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء.